نرحب بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الصباح. بيحتفل الأهرام غدا بمرور 140 سنة على وضع اللبنة الأولى في هذا الصرح الصحفي العملاق اللي أصبح من أهم وأبرز يعني الصروح الصحفية ليس في مصر فقط وإنما في العالم والوطن العربي بأكمله. في 27 ديسمبر عام 1875 تم تأسيس هذه الصحيفة العملاقة على يد الأخوين سليم وبشارة تقلى بمدينة الإسكندرية. تاريخ الحصول على الرخصة اللي أسست لأول صحيفة مصرية وعربية بهذا الحجم صحيفة الأهرام. الحديث بشكل أكثر تفصيلا حول الأهرام، التاريخ والدور وأيضا المنتظر والمأمول إن شاء الله في القادم، يسعدنا أن يكون معنا في هذا الحوار الأستاذ عبد المحسن سلامة، مدير تحرير جريدة الأهرام. أهلا بحضرتك أستاذ المحسن. صباح الخير. وكل سنة وأنتم طيبين. وأنت طيب يا فندم، أهلا بيك. في البداية عايز أعرف من حضرتك بيعني لك إيه وبيعني لجميع العاملين في مؤسسة الأهرام الصحفية العريقة مرور 140 سنة على العدد الأول منها؟ شوف حضرتك، الأهرام هو يعني إيه؟ ديوان الحياة المعاصرة. الأهرام من 140 سنة سجل كونه أكبر وأهم صحيفة عربية وإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وهو الآن من أكبر 10 صحف على مستوى العالم. الأهرام من 140 سنة حافظ على دوره، وكان خطه محدد جدا إنه يكون هو مصر. يعني تقري الأهرام تعرفي مصر فيها إيه، بحلوها بمرها، بصعودها بهبوطها، بانتصاراتها بانكساراتها. طول الوقت كانت كده. عشان كده كان في تعبير مهم جدا اللي اطلقوا عليها الدكتور يونان لبيب رزق الراحل المؤرخ العظيم، واللي كان له دور عظيم جدا في مفاوضات طابة، والمؤرخ الكبير، لما قال وكتب وعمل سلسلة ضخمة من الكتب باسم ديوان الحياة المعاصرة، وكان يقصد بيها الأهرام لأنه سجل التاريخ وأعاد كتابة تاريخ هذه الحقبة من تاريخ مصر من خلال قراءته للأهرام، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وعمل سلسلة مهمة جدا من الكتب باسم ديوان الحياة المعاصرة. بنأمل إن شاء الله أنها تستكمل على يد مجموعة من الباحثين اللي كانوا مشاركين معاه في مركز مهم اسمه مركز الأهرام للحضارة والتراث. الأهرام طول الوقت كان حريص على أنه يبقى بتاع الناس وبتاع الشعب، ويبقى متوازن، ويبقى مش واخد موقف مع حد ولا ضد حد. بمعنى ايه؟ لما يجي حد مثلا النهارده لما يجي ينقل الصوره الحقيقيه للواقع في مصر، حتى بما فيها انشطه الحكومه، بما فيها انشطه الدوله، ده مش غلط، لان انت عايشه في دوله، ما ينفعش تبقي بمعزل عن هذه الدوله، ما ينفعش تبقى وزاره اي وزاره، وزاره النقل مثلا، مش عارف عامله مشروعات ايه وايه وانت تتجاهليها كانك انت في كوكب تاني، عامله مش عارف خط مترو ولا خط ايه ولا عامله ايه ولا قطارات ايه، وده كانه مش موجود. طب ما هي انت بتفقدي القارئ خدمه مهمه جدا هو بيحتاجها، اللي هي فكره المعلومات المهمه المرتبطه بحياته. اطلعوا طبعا او اطلعوا على مشاريع وخطط الحكومه هو شيء ده جزء. هل الاهرام في فتره من الفترات كانت تعبير عن النظام السياسي الحاكم بشكل كبير؟ هو فيها جزء منها ما نقدرش ننكره، وده مش غلط، ان انت حاله موجوده النهارده في نظام حكم بيحكم مهم جدا. حتى عشان كده بنقول لك هو دي مصر، يعني لما تطير الاهرام هتلاقيها مصر كده. لما بيبقى في نظام حكم موجود ايا كان، سواء كان فتره ما قبل الثوره ايام الملك فاروق او غيره، او بعد ثوره يونيو لما جه يوليو بعد الملك الرئيس عبد الناصر او السادات او مبارك، او حتى في فتره حكم الاخوان، او في فتره الوقت الحالي فتره الرئيس عبد الفتاح السيسي. دي نظام لازم يبقى هو موجود بشكل او باخر، وبيرصد جزء مهم في هذا الجانب الى جوار الاحداث الاخرى الطبيعيه. لما جه الشعب اسقط النظام في ثوره يناير، الاهرام هي اول صحيفه طلعت وقالت الشعب اسقط النظام، وخد ده المانشيت الرئيسي له في الصفحه الاولى، لان ده تعبير عن حاله الوضع العام الموجود في مصر. وظلت الاهرام هكذا دائما. كانت الاهرام مثلا في الستينات والسبعينات والثمانينات كمان كانت هي قلب مصر الثقافي. كان كل كتاب مصر الكبار ومثقفين الكبار كانوا موجودين في الاهرام. نجيب محفوظ، توفيق الحكيم، زكي نجيب محمود، لويس عوض، يوسف ادريس، مصطفى محمود،
بنت الشاطئ، كل كتاب مصر وعلى اختلاف تنوعاتهم. وده جزء مهم جدا من العملية الصحفية وسر نجاح الأهرام. طبعا اللي أحد أسرار نجاح الأهرام فكرة التنوع، ما ينفعش لون يسيطر عليها. اللي عديتهم لحضرتك دول هتتلاقيهم من مشارب مختلفة تماما. فيهم اليميني، فيهم اليساري، فيهم الشيوعي على فكرة، يعني الشيوعيين، وكان برضو مسموح وفيهم اليمينيين يكتب بنفس القدر من الحرية، وفيهم طيار الإسلام الوسطي. يعني كان عندنا بنت الشاطئ، عبد الرحمن الشرقاوي، مصطفى محمود، فهمي هويدي، كل دول بيكتبوا، كانوا وبيكتبوا في الأهرام. ثروة أباظة قمة اليمين، واليمين بقى هرجع تاني معلش اسمح لي، هل كان في برضو أي قيود أو ضوابط على حرية التعبير باختلاف هذه المشاهد؟ شوف هقول لك على حاجة، طوال الوقت بتظل هناك بعض الحاجات والحساسيات، لكن طوال الوقت الأهرام في جزء، تعالي نفرق بين حاجتين، بين الجانب الخبري والجانب الرأي. صحيح. عندنا دايما الأهرام بتتميز بمساحة عريضة جدا في مسألة التنوع والرأي. حتى الآن يعني هتلاقي مثلا عندنا في الأهرام حاليا اختلاف برضو تنوعات مختلفة، عندنا يساريين وعندنا يمينيين وعندنا وسط، وده مش عيب ومش غلط. لا طبعا. ولازم يبقى موجودين. صحيح. في كل يعني ولازم اديلهم فرصتهم ومساحتهم. ولازم الدوله، لازم تكون المساحه والفرصه دي من خلال الصحيفه الاكبر وموجودة والابرز، وده يعني متنفس مهم جدا. حتى البعض احيانا يضيق صدره بهذا التيار او زي ده، في منتهى الخطوره، وده غلط ما ينفعش، لان انت لازم تعبري عن الواقع الموجود. ثانيا، احنا مع كل التعبيرات السلميه، طالما هو بيتكلم بشكل سلمي، وطالما بيعبر عن وجهة نظره بشكل سلمي، وطالما مجرد يعني اجتهادات ورؤى مختلفة، لازم يتسع صدرنا ليها، لأن ده هو ده، أنت بتأهلي المجتمع لفكرة الديمقراطية الحقيقية. صحيح. يعني أنا بأذكر الحقيقة، دخل علي مرة من المرات، وكانت في أعقاب ثورة يناير، وكانت بعض الآراء طلع آنذاك بتطالب بإقصاء ناس بعينها وطيارات بعينها. الحقيقة أنا قمت بدور مهم في التصدي لهذه الأفكار اللي كانت مسيطرة، بصفتي وكيلا أول نقابة الصحفيين آنذاك، وبصفتي عضوا لمجلس إدارة الأهرام. نعم. الحقيقة دخل عليا الأستاذ مكرم، وأتذكر الواقعة دي لأنها هي فكرة الأهرام بتشرح لك إيه قصة الأهرام. دخل عليا الأستاذ مكرم في مكتبي، وكان نقيبا للصحفيين، وقال لي عبد المحسن لابد أن نتصدى لهذه المهزلة، وانا هذكر لك حاجه مهمه جدا، ان هو حكى لي قصه الاستاذ هيكل في السبعينات حينما تصدى لمذبحه الصحفيين، لما جه تم نقل 73 صحفي لمجرد اختلافهم، لما كانوا هؤلاء الصحفيين محسوبين على فتره حكم الرئيس عبد الناصر، وجت محاوله من المحاولات لذبحهم ونقلهم الى، وكان معظمهم من الاهرام على فكره، يعني كان معظم هذه المجموعه من الاهرام. الاستاذ هيكل تصدى لهذا رغم ان هو محسوب على فتره عبد الناصر، وكان تصدى لهذا الموقف ورفض بشده، وكان الاستاذ مكرم احد الضحايا على فكره. وكان دخل، لما دخل عليه الاستاذ مكرم قال له يا استاذ مكرم، يا مكرم انت كان ما فيش قرار طلع، وحقك المادي والمعنوي محفوظ تماما، فلوسك هتجيلك، كل امتيازاتك جايه لك، مش كده وبس. الحقيقه انا بذكر هذه الواقعه لان ده واقعه مهمه، ان احنا ازاي يبقى عندنا سعه افق وسعه صدر. طبعا. واتصل بمدام الاستاذ مكرم، هذه الروايه رواها لي الاستاذ مكرم مش الاستاذ هيكل. اتصل بمدام الاستاذ مكرم وقال لها كل مستحقات الاستاذ مكرم كما هي، لن يفصل حتى لو تم هذا الكلام على الورق، فكل حقوقه موجوده، وظل يدافع عن هذه المجموعه حتى عادت كما كانت. والحقيقة الرئيس الراحل أنور السادات استجاب لكل المساعي، وأعاد المجموعة الصحفية كاملة بكل حقوقها المادية والمعنوية إلى موقعها في جريدة الأهرام، اللي هي كانت بتضم أغلب هذه المجموعة بالإضافة إلى بعض الصحف الأخرى. هي دي الفكرة اللي كانت الأهرام طول الوقت بتحاول تحافظ عليها، فكرة التوازن وفكرة التنوع، لان ما ينفعش جرنان يطلع بنمط واحد او بصوت واحد صحيح. لو الجرنان طلع بصوت واحد يبقى تاكدي ان دي نهايته، سواء بجرنان شيوعي
جورنان يساري، جورنان اسلامي، جورنان يميني، وقعد طول الوقت يتكلم بلغه واحده ويتكلم بشكل واحد، يبقى هذا الجورنان اكيد لا محاله هيخش بوابه الاهمال. حتى لو استمر، على فكره انا اعرف ودلوقتي حاليا في جرايد موجوده لا يتجاوز يعني عدد مطبوعاتها وتوزيعها عدة آلاف، وأنا بقول عدة آلاف يعني كلام متفائل، ويمكن العاملين في الحقل الصحفي فاهمين اللي أنا بقوله كويس يعني. عدة آلاف يعني 3000 4000، لا فاهم، مش ده الجورنال. الجورنال اللي هو يبقى فعلا بيعبر تعبير جيد وله خريطة توزيع. الأهرام بيوسع كام تقريبا يا أستاذ عبد المحسن؟ شوف أقول لك على حاجة، طبعا يعني دي من الحاجات اللي بيعتبروها أسرار، لكن خليني أقول لك على حاجة تقريبي، وده معلومة، أنا بقول معلومة. الأهرام الأكثر توزيعا في مصر، وبقولها تاني، الأهرام رقم واحد توزيعا في مصر وفي العالم العربي. وتقريبا لو جيتي تعادلي الأهرام التوزيع اليومي والتوزيع الأسبوعي، تقريبا بتعادل معظم الصحف الصادرة في الموجودة في مصر، يعني مجتمع. فيعني بس، وده دي معلومات على فكره، وجهات التوزيع عارفه الكلام ده يفضل كده. طب فكره التوازن استاذ عبد المحسن الحكي كلمت عنها، فكره مهمه جدا، انه يكون في صوت اخر. اولا كل الاصوات يجب ان تكون معبره يعني من خلال هذا المنبر الصحفي الكبير جدا، ولكن ربما اصوات المعارضه بدأت تظهر في السنوات الاخيره من عمر الاهرام. يعني الاصوات المعارضه دي لم يكن لها وجود في جريده الاهرام أعتقد أيام النظام الأسبق، أيام حسني مبارك، بدأت أعتقد مع الثورة بقى فيه صوت آخر مضاد. كلمني عن فترة برضو حكم الإخوان، يعني مع أنها كانت قليلة طبعا في عمر الأهرام، سنة من 140 سنة، لكن كان إزاي الوضع ساعتها؟ شوفي، الإخوان للأسف جم مارسوا نفس الفكر الإقصائي، وانا بقولك دي معركة انا عشتها على مستوى النقابة وعلى مستوى الاهرام. انا عشان كده بس للأسف فوجئنا بان نفس الفكر الاقصائي هو والهيمنة. الاقصاء والهيمنة ده كان نموذج في فكر وعمل الاخوان خلال الفترة دي. هم جم حاولوا يركبوا ناس للأسف ما كانش لهم علاقة بالعمل الصحفي خالص يعني. صحيح. فوجئنا بان ناس بيتم الدفع بيهم، وجاية توصيات مشددة عليهم من رئيس مجلس الشورى انذاك، اللي هو كان المالك بصفته المالك يعني، لان مجلس الشورى هو المالك في القوانين القديمه. طبعا التشريعات الجديده لغت هذا الدور، هيبقى المجلس الوطني او الهيئه الوطنيه للصحافه هي اللي هتبقى المالكه ان شاء الله بعد صدور التشريعات الاعلاميه. اللي انا يعني الحقيقه بناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبناشد الحكومه والمهندس شريف اسماعيل بسرعه اصدار هذه التشريعات، لاننا في حاجه شديده وماسه ليها. صحيح. سواء عندكم في التلفزيون او عندنا في الصحافه طبعا. واعتقد ان عندنا مشكله قانونيه مهمه جدا بتواجهنا، لن يتم حلها، وانا مش عايز احلها بشكل مؤقت، انا قرايي الشخصي، لكن انا بارجو ان يتم حلها بشكل سريع جدا من خلال سرعه اصدار هذه التشريعات الاعلاميه اللي لها الأولوية، واللي الحكومة قاعدة بتدرسها بقالها أعتقد على ما أعتقد بقالها أسبوعين، وأرجو أن يظهر هذا التشريع إلى النور خلال الأيام القليلة المقبلة. جام الإخوان استغلوا فترة وجودهم وبدأوا يعملوا نوع من التكويش والتمكين في الصحافة، ومنها الصحافة المصرية ومنها الأهرام، والدفع بعدد كبير من الأسماء الموالية ليهم. صحيح. للكتابة في الجورنال. ما اكتفوش للأسف بكده وبس، بدأوا عملية إبعاد وإقصاء. الإقصاء ده خد شكلين، كان يعني بدأ ياخد شكل ممنهج في فكرة إنهم يتم إقصاء الكتاب المحسوبين أو اللي هم متخيلين إنهم ضدهم وإنهم مش موالين ليهم، وده إحنا تصدينا له الحقيقة في نقابة الصحفيين وفي مجلس إدارة الأهرام. وأنا في فوجئت بجلسة من الجلسات بأن في لستة مقدمة بأن دول ممنوع أنهم يكتبوا، فطبعا وقفنا وقفة كبيرة جدا ورفضنا هذا التصرف الأحمق. والحقيقة كان موجود رحمة الله عليه بذكره بكل الخير في هذا التوقيت الأستاذ لبيب السباعي، كان رئيسا لمجلس إدارة الأهرام، وساندني وساند مجلس الإدارة بقوة في هذا الإطار، ورفضنا هذا الكلام تماما، وقال وارسلنا وقلنا الكلام ده لن يطبق في الاهرام ولن نسمح به في الاهرام. جينا على مستوى اخر في النقابه، فوجئنا بان اسماء للاسف هذا المانشيت كان موجود في الاهرام على فكره.
ده بقى من نظام الحاجات اللي فوجئنا بيها في يوم جمعة، ان في قائمة باسماء 76 صحفي هيتم ابعادها. فكرني بمذبحة المذبحة باتا اللي عملها الشهيرة اللي حصلت في السبعينات. فطبعا تصدينا لهذا الموقف في نقابة الصحفيين. الحقيقة كانت اذكر انا نقابة الصحفيين انذاك كانت جميعها على قلب رجل واحد للأمانة يعني. بكل طياراتها. ده شيء جميل. بقول كلام واضح. كل أعضاء مجلس بكل طياراتهم. الحقيقة حينما اتصلت بهم وحينما وكان الدكتور علي السلمي آنذاك هو المسؤول، كان وزير الدولة وهو المتولي ملف الإعلام والمسؤول عن الإعلام. صحيح. وتواصلت مع الدكتور علي السلمي وعملت له مداخلة في مجلس النقابة أثناء انعقاد المجلس، لأن كان اللي مطلع البيان احد الاعضاء العاملين في مجلس الوزراء المحسوبين على الاخوان وغيرهم من الجماعات اللي كانت للاسف مسانده ليهم، لان الاخوان ما كانش لوحدهم على فكره، كانت هناك جماعات سيئه وهي موجوده الان وهم عارفين كويس قوي. كانوا قاعدين هم اللي بيغزوهم وربما يكون هو اللي ورطوهم كمان. صحيح. وقاعدين طول الوقت كانوا بيلعبوا بالنار معاهم. فاتصلت بالدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء انذاك، وكان الكلام ده كان يوم جمعة. اتفقت معاه ان احنا عندنا اجتماع في مجلس النقابة يوم السبت لرفض هذا الكلام الخطير جدا يعني، واتفق معايا على هذا الكلام. وعملنا اجتماع طارئ لمجلس النقابة واتصلت بيه انا ذاك واجاوب على كل اسئلة اعضاء المجلس، وانتهى الموقف تماما بفضل الله يعني، بفضل الوقفة اللي احنا وقفناها في مجلس النقابة صفا واحدا. وزي ما انا قلت لحضرتك الحقيقة يذكر ان احنا كلنا جميعا بلا استثناء وقفنا على قلب رجل واحد ضد هذه الهجمة على الصحافة والصحفيين. نعم. لان ده بقى الارهاب بعينه، وده انك انت بتشوهي الموقف والارهاب اللي بتمارسه الجماعة. صحيح. فالحقيقة كانت الاهرام طوال الوقت نموذج للتوازن ونموذج انها بتقدم الوجبة الصحفية المتكاملة. يعني عايزة تعرفي حالة الاقتصاد المصري شو هتتلاقيه في الاهرام، عايزة تعرفي حالة الوظائف العامة على فكرة والوظيفة والناس اللي في شغل وفي اعلانات وظائف ولا في هتتلاقيها موجود. حالة الاجتماعية حتى الوفيات جزء مهم جدا. يعني كان في مقولة مهمة جدا اللي يقول لك الذي لم ينشر نعيه في الاهرام لم يموت. صح. ما ماتش. ده حقيقي. وده على فكره كل ده احيانا يعني ده جزء مهم. أكيد. يعني انا اقول لك على حاجه، الموضوع ده احيانا بعض الناس بياخدوه على انه ايه يعني ايه ده، لا هقول له لا تعالى شوف هذا الباب مهم قد ايه لما تسافر بره مثلا للمصريين في الخارج. صحيح. والناس اللي بيشتغلوا بره وقد ايه بيحاولوا، بيبقى ده يمكن رقم واحد الاتصال في الاطلاع على الاطمئنان على الاوضاع الموجوده في مصر وازاي زويهم وازاي مين اللي عايش ومين اللي حصل له لا قدر الله مقبول. طب سؤالي الاخير لحضرتك استاذ عبد المحسن، انه اكيد كان في معارك ثقافيه وسياسيه وفكريه عديده خضها الاهرام سواء داخليا زي ما حضرتك قلت او حتى خارجيا من خلال الاقلام اللي كانت بتكتب فيه. شايف ازاي اللي جاي؟ ايه اللي بتتمنى للاهرام ان شاء الله ان تتم اضافته، يتبناه الاهرام خط مختلف، رؤيه مختلفه، اتجاه يعني مختلف؟ بص الاهرام مؤسسه صحفيه قوميه مملوكه ملكيه للشعب. مهم جدا ان يظل دورها وينمو زي التلفزيون المصري بالظبط، ولازم نحافظ على هذا الدور ونكبره. اولا بحاجتين، حاجه العاملين فيه اولا لازم يبقوا هم فاهمين ده كويس. صحيح. ويبقوا مقدرين ويشتغلوا ليه، مش لمجرد يعني القصه لا يجب ان تكون تاريخا فقط، لكن لابد ان تكون حاضرا ومستقبلا. طبعا. لما كان عندي توفيق الحكيم ولويس عوض ونجيب محفوظ وكل القامات الكبرى، لابد ان تكون القامات الكبرى في مصر والعالم العربي موجوده في الاهرام. لابد ان تكون كل معارك مصر الثقافيه والفكريه والسياسيه موجوده في الاهرام. لابد ان يكون التنوع الموجود في الشارع والمعبر تعبير حقيقي عن فئات وطبيعه الشعب المصري مختلفه موجوده في الاهرام. لازم الناس تحس بنبض الصدق الحقيقي في الاهرام. بالظبط. هنا دي المصداقيه وده اللي احنا لازم نحافظ عليه ونشتغل عليه، عشان لان انا النهارده عندي وسيله. وعلى فكره بالمناسبه بعض الناس يقول لك ايه يا عم الصحف ومستقبلها والكلام ده وفي وسائل، لا هذا الكلام ليس له محل من الاعراب. لان الحقيقه بتقول عكس كده. النهارده انت عندك الكتاب
رغم كل وسائل التقدم التكنولوجي الموجودة لا زال الكتاب موجود وقوي ومؤثر طبعا، ومحدش يقدر ينكر دوره. الصحف النهاردة، أنا عندي صحف، ودي يمكن معلومة بقى البعض ما يعرفهاش، تخيل أن عندي في اليابان مثلا، اليابان بقى اللي هي قمة التطور التكنولوجي اللي سبقنا بأميال في مجال التكنولوجيا والنت والوسائل التكنولوجيا، تخيل في صحيفة بتوزع كام هناك؟ كام؟ 12 مليون نسخة. 12 مليون للأسف بقى، وهذا يؤسفني، قد الصحافة المصرية 5 مرات. لأن احنا برضو عندنا الحقيقة، وده دور مهم جدا. أنا بأدعو كل وسائل الإعلام، وأدعو نقابة الصحفيين، إن احنا لابد إن احنا يبقى فيه نقاش وندوات بحثية وندوات نقاشية ومؤتمرات على فكرة. الناس عندنا للأسف برضو المقروئية قليلة عندنا، ودي أزمة خطيرة جدا. وسائل التكنولوجيا بالفعل غطت على، لا هي مش وسائل التكنولوجيا، لا هي، لا برضو مش كده، لا برضو للأسف الناس عندنا نسبة المقروئية طول الوقت قليلة، ده مش كويس. انت حضرتك لما بتروحي تشوفي في اي منتجع سياحي بره، بتتلاقي الستات والرجال قاعدين على البسين وبيقروا، بيقروا في كتاب. ثقافة القراءة بالفعل، ثقافة القراءة صحيح، احنا محتاجين تدعيم هذه الثقافة لتأكيدها وتدعمها. واحنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر، وبنأسف ان وقتنا انتهى مع حضرتك. كل سنة وانتم طيبين، ودايما يا رب ان شاء الله الاهرام في تطور وتقدم مستمر. شكرا جزيلا للاستاذ عبد المحسن سلامة، مدير تحرير جريدة الاهرام. شكرا حضرتك يا فندم. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم في هذا الصباح، وقفة مع أهم وأبرز أخبار المال والأعمال، يقدمها لنا أحمد فؤاد. إليك أحمد.